واحنا الحقيقه انبسطنا. اولا كانت مفاجاه غير متوقعه، خليني اقول لك يعني ممكن شخصيات كتيره بتبقى شكلها لابسه الدور، لكن يعني حزلقوم يحب نرمين الفقي ده نرمين الفقي بتحبه أنا بتحبه ودايبه فيه وبتغير عليه وبتقول له جيت الساعه كام ايه يا جماعه في كمان، وانا بقول له ما تروحش الجيم وانت لابس بنطلون. أيوة. انا مش عايزه استقان تبان، يعني مش عايزه استقان ما تبانش. انا مش عارفه ما ضحكتيش ازاي، انت ضحكتي. طب وانت بتمثلي؟ لا احنا بنمثل. لا طبعا واحنا بنمثل انا غصب عني احنا اتنين ضحكنا وانا ضحكت طبعا. لا ما قدرتش يعني، عملنا ستوب وكملنا تاني لان بجد كوميدي. طبعا. والحته بتاعت انت مش خايفه من التماثيل اللي تتلبسي؟ فقمت رده بتلقائيه بقول له ايه، لا انا مصاحباهم على فكره، ده استاذ احمد الجندي اللي خلانا نعمل كده. لا 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 انا بقعد واتكلم معاهم ومصاحباهم، يعني طلع يا حرام استنجلينا خالص.